اهلا بكم مع مهند. اليوم احنا في حلقه جديده وحصريه جدا طبعا مع بن حموده للسيارات والتراك داي للكورفيت في حلبه ياس مارينا سيركت، ومعانا السيد ربيع الاعور مدير مبيعات الشيفروليه في ابو ظبي والعين من بن حموده للسيارات. طبعا ازيك يا استاذ ربيع؟ اهلا وسهلا، ايه اخبارك؟ عامل ايه؟ تمام والله الحمد لله. برحب فيك وبمتابعينك لك وللسيد مؤمن، واهلا وسهلا فيكم بحلبه ياس وبن حموده للسيارات. وصراحة الله يعطيكم العافية على المجهود والعمل اللي عم بتقوموا فيه، صراحة أعمال رائعة وبالوقت وبالمكان المناسب. ممتاز. حكينا شوية عن الإيفنت اللي عاملينه النهاردة بن حمودة للسيارات مع نادي الكورفيت. والله نحن بن حمودة للسيارات نحن دايما بندعم الأندية وبندعم أي نشاط بيصير بأبو ظبي أو بالعين، إن كان نشاط رياضي أو بما يتعلق بالسيارات. وهون نحن بالشراكة مع حلبة ياس حبينا ندعم نادي كوربت الإمارات بهيدا الإيفنت الرائع. وهيدا الإيفنت هو عبارة عن نشاط قامت فيه نادي كوربت الإمارات، نحن كنا له من الداعمين في بالإيفنت سباق على الحلبة، وفي عنا كمان عرض لسيارات الكوربت، في عنا الكورفيت كلوب كله مشارك بسياراته الكلاسيك من السي 1 للسي 8 الجديده، اخر سياره اخر فيرجن من الكورفيت. وما بعرف حضرتكم انتم شفتوا الريس اللي صار والحماس اللي عم بيصير على الحلبة. صحيح، ما حصل. طيب في عروض حاليه طبعا بسبب او اثناء التراك داي لملك الكورفيت او حتى لغير الكورفيت، الناس اللي عايزه سيارات ثانيه من الشيفروليه عامه، تاهو كورفيت. نحن ببن حموده للسيارات مثل ما بتعرف يا مهند، نحن العروض على طول على مدار السنه. عندنا عروض دائمه للقطاع الحكومي والقطاع الشبه حكومي. واليوم بمناسبه هيدا اليوم لليو اي كورفيت كلوب والايفنت اللي عم بتصير بياس، اي شخص بيحجز خلال اسبوع من هلا لاسبوع قادم هياخذ خصم اضافي على الخصم الحكومي على جميع سيارات شيفروليه الموجوده عندنا بن حموده للسيارات. طيب، فزورونا هيدا الاسبوع بن حموده للسيارات واختار السياره اللي بتناسبك وخصم اضافي بالاضافه للعروض اللي متوفره حاليا. يعني العروض هي الاسبوع ده هيستفيد بالخصم الحالي، هيستفيد بالخصم الحالي بسبب بالاضافه للعرض القائم حاليا. والها عرض هو عباره على سيارات مختاره ضمان 5 سنوات 300,000 من شركة بن حمودة للسيارات، عندك صيانة 3 سنين 60,000، عندك مخفي تظليل زجاج، وعندك كمان تسجيل السيارة. هيدا العرض مكمل لآخر شهر 2. بالإضافة لهذا العرض في لكم خصم بمناسبة هذا اليوم ولجميع متابعين مهند على اليوتيوب والسوشيال ميديا. ممتاز، حلو جدا. طيب في عندك اي اضافات عايز تضيفها استاذ مؤمن؟ عندك اي اسئله؟ في يعني هل في سيارات كورفيت او اللي هي الريس كار زي الكامارو والكورفيت، في اي بودي كيت بتعملوه قريب او في حاجه جديده هتنزلوها عليها؟ حلو. هلا نحن الكورفيت مثل ما الكل بيعرف هو سياره بالحجز عندنا نظرا للطلب الكبير اللي عليها كل شهر بيصلنا. هلا بلشنا نحن بحجزات الزد او 6 اللي حتوصل تقريبا بعد سنة ونص. صار في ناس كثير عامله بوكينج ودافعه داون بيمنت وناطره الدور لتوصل سياره الزد او 6. حاليا بعدنا بالسي 8 مكملين. في العميل يجي لعنا على المعرض يختار السبيكس اللي بده اياها ويعمل كاستمايزيشن للسياره حسب هو شو بحب، كان اللون، كان المواصفات، ان كانت كونفرتبل او مش كونفرتبل السياره. الكورفيت مكمله. وبالنسبه للكامارو الخبريه الحلوه انه هلا رجعت نزلت عندنا الكامارو زد ال1 بعد ما كانت صار لها سنتين موقفه، موجوده عندنا بالمعرض كامارو زد ال1 سوبر تشارج 650 حصان. زورونا، موجوده بفتكر هون، نحن عارضينها برا هون مع التاهو الار اس تي كمان نزلت بالشكل الجديد اول مره، ونزل عندنا كمان التاهو الزد 71 6.2 لتر. صار عندنا تاهو رينج كتير كبير من الالقاس للار اس تي والبريمير ال 5.3 وال 6.2 لتر. ندعي الجميع ليجي على حلبة ياس اليوم يتفرج على رينج السيارات الموجود برا ويحضر ويشاركنا بهيدا النهار الحلو. و
بالإضافة للسيارات الموجودة عندنا بمعارض بأبو ظبي والعين، ندعيهم ليجوا يعملوا تيست درايف إن كان على تاهو الجديد الار اس تي أو الزد 71 بالإضافة لجميع السيارات. أوكي شكرا جدا. احنا لو سهل فيكم بعدين نرجع نكمل تاني ونشوف السيارات المعروضه بره كمان. شكرا يا استاذ ربيع، اهلا وسهلا فيكم وجود لك. الله يوفقك. اهلا وسهلا فيكم، مع السلامه.